اللي بنتكلم عنه النهارده هو طلبة في الجامعة عاملينه اسمه إرث وأثر، ويمكن فكرة المشروع هي الاستدامة وتقليل استهلاك البلاستيك وجميع الحلول للمحافظة على البيئة، وخصوصا أنه اتجاه الدولة لاستخدام طاقة نظيفة أو طاقة صديقة للبيئة بقى حاجة سائدة جدا، وبقينا بنتكلم فيها طول الوقت بضرورة الحفاظ على البيئة وضرورة البعد عن استهلاك البلاستيك والحد من الملوثات للبيئة اللي احنا عايشين فيها. نعرف بقى تفاصيل أكتر من أصحاب الحملة بتاعة إرث وأثر من خلال مريم جون اللي معانا دلوقتي على التليفون. ألو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مريم؟ يا حضرتك عامله ايه؟ منورانا. كله حلو الحمد لله. قولي لنا كده يا مريم، الاول انتوا كام واحد في المشروع ده وليه اخترتوا الفكره دي بالتحديد؟ احنا 8 طالبات. احنا انتوا جامعه ايه الاول؟ جامعه ايه؟ احنا جامعه مصر الدوليه. أوكي. احنا اعلام. حلو، اتفضلي. انا حابه اعرف اسم المشروع نفسه ايه واثر جاي من فكره ايه؟ إرث جاية من فكرة إن هي الأرض اللي هي عبارة عن الميراث اللي الإنسان بيسيبه لغيره، والأثر هي البصمة الناس اللي بتسيبها بسلوكياتها، والسلوكيات دي اللي احنا هنتكلم عنها قدام اللي احنا أصلا بنعملها على مدار اليوم. احنا اخترنا لفكرة المشروع ده عشان كنا عايزين نحاول على قد ما نقدر إن احنا نوصل توعية إن احنا إزاي نحافظ على البيئة، وإزاي نوفر طاقة، وإزاي نحافظ على المية اللي احنا بنستخدمها، وكلها حاجات بأساليب سهلة وبسيطة. يعني احنا مش بنتكلم على حاجات كبيرة، هي كلها حاجات صغيرة ممكن نعملها في البيت هتغير حاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ زي ان احنا مثلا ممكن نسيب، ما نسيبش انوار البيت على طول مفتوحة. اوكي. ما نسيبش المية مفتوحة على طول، يعني في مثال ان احنا على طول كلنا واحنا بنغسل سناننا لازم نسيب المية مفتوحة. ده حقيقي. وبرضو على قد ما نقدر ان احنا ممكن نستغل الحاجات اللي في البيت بإعادة تدويرها. زي ايه طيب يا مريم؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجوده في كل البيوت او كل الناس بتستخدمها ونقدر ان احنا نعيد تدويرها مره ثانيه او نستخدمها بشكل صحيح؟ في البرطمانات. بس دي احنا على فكره احنا دي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بنستغلها. أيوة. اسوء استغلال. مخلل. أيوة. هتلاقي حفظ اي حاجه هتلاقي ما بنرميهاش. اي احنا كنا قايلين اصلا، كنا حتى موجهين رساله للاهالي ان هم دايما اللي هي العلبه بتاعت البسكوت دي اللي دايما كلنا بنفتحها. أيوة. بنلاقي فيها اصلا الخيط. أيوة. فدي حاجه كلنا بنعملها فعلا. صح. احنا برضو مركزين اكتر في موضوع ان احنا نحاول نشيل فيش الكهرباء طول ما احنا مش بنستخدم الحاجه، يعني ما نفضلش حاطين فيشه اللابتوب او فيشه الموبايل طول ما احنا مش بنستعمله، يعني فوقت وقت الضروره. والانوار اللي مفتحه على طول اللي بنسيبها وننزل وبنرجع، والتكييف احنا على دخلة صيف بنفتحه قبل ما نخش البيت. والحاجات دي كلها حاجات بسيطه، بس انا حاسه ان هي في ايدينا سهل ان احنا نغيرها عشان نحافظ على البيئه. طيب قولي لي كده، ايه هي اهم الانشطه اللي انتوا عملتوها او بتعملوها عشان توعوا الناس اكتر بفكره مشروعكم؟ في الحقيقه احنا ابتدينا بعمل انشطه ومحاضرات في الجامعه ان احنا ننشر ونعرف الفكره عامه. ونزلنا سألنا يعني الناس يعني ايه الاستدامه وكده. ونزلنا مولات ورحنا اماكن عامه كتير وعملنا مسابقات وعملنا هدايا تذكاريه عشان نفكر الناس بينا ونفكر الناس باسم الحمله بتاعتنا. أوكي. ودلوقتي بنتعاون مع مؤسسه من ضمن اللي كانوا مشتركين في كوب 27، ولسه في اماكن تانية هنزورها ان شاء الله. حلو. ولسه في افكار كتير. هل عملتوا حاجه مثلا على السوشيال ميديا بما انها دلوقتي بقت يعني اسرع واسهل طريق ان انت توصلي بيها لناس اكتر ولا لا؟ احنا عاملين على 3، على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. كل واحد بالمحتوى اللي هو هينفع ليه يعني. اوكي. طيب مريم، انت قلتي لي كده عن بعض الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت وتقلل من استهلاكنا عامه للطاقه او فكره الاستدامه بشكل عام. قولي لي كده، ايه السلوكيات اللي انتوا بتشوفوها بقى بره البيت نفسكم ان انتوا تغيروها في المجتمع؟ اول حاجه البلاستيك. وطبعا احنا في حاجات سلوكيات كتير قوي الواحد عايز يغيرها عشان التغيير المناخي الحاصل. وطبعا اصلا الفكره جات لنا من الاول عشان خاطر فكره كوب 27 وان هي اللي حصل في شرم الشيخ، وان هي اول بلد اصلا تعمل مشروع للاستدامه. وان كلمه السيد الرئيس ان احنا نحافظ على البيئه وازاي نعمل نغير حاجات في يومنا عامه او
في سلوكياتنا عشان نحافظ على البيئه. فدي اكتر حاجه شجعتنا يعني. بس احنا كان احنا التارجت بتاعنا وقضينا نركز يعني على الحاجات اللي في البيت عشان هي كلها حاجات صغيره. انا شايفه ان هي حاجات صغيره ما جاتش على الحاجه دي يعني اللي هتعمل تاثير، بس هي فعلا هتغير وهتعمل تاثير. طيب قولي لي، هل انتم مركزين مثلا على شريحه او فئه معينه من الناس، مثلا شباب او ناس كبيره، او بداتوا من الاطفال اللي في المدارس، ولا الحمله بتاعتكم بتستهدف كل الناس؟ احنا مركزين مع الشباب والاهالي كمان، عشان احنا واثقين ان احنا لينا دور كبير قوي ان احنا هنأثر على اهالينا. وبنحاول اصلا ننشر الفكره على مستوى اكبر ونعممها عشان نخليها كاسلوب حياه. ولو الموضوع كمل ان شاء الله، احنا عايزين الموضوع يكمل، فلو كده ممكن نتارجت ناس اكتر يعني من سن صغير لسن اكبر. انت عارفه يعني حاسه وانا بتكلم معاكي برضو انه فئه الاطفال اللي في المدارس اللي لسه صغيرين مهم قوي برضو ان هو يكون عندهم توعيه بشكل طبعا مبسط مناسب لسنهم، بس يبقوا فاهمين ايه السلوكيات اللي ممكن يعملوها مثلا يقللوا من التلوث، او ايه الحاجات اللي بيعملوها وهم ما يعرفوش انه دي غلط. فاحنا كده بنطلع جيل من وهو صغير هو فاهم قضايا البيئه وفاهم تغير المناخ وفاهم ازاي ممكن يتعامل في المستقبل. فبرضه دي شريحه اعتقد ان هي مهمه قوي ان احنا نبداها معاهم من وهم صغيرين. دي حقيقه، عشان نطلع جيل احسن ونفهمهم ازاي يحافظوا على البيئه. خطواتنا الجايه ان شاء الله هنعمل ده ان شاء الله. قولي لي، انتوا اصلا ناويين يعني تكملوا؟ انتوا خلاص خلصتوا مشروع التخرج بتاعكم، بس هل ناويين ان انتوا تكملوا فيه، ان انتوا يعني تكملوا اللي بداتوه بعيدا عن الجامعه وبعيدا عن المشروع؟ احنا خطواتنا الجايه فعلا ان شاء الله احنا نكبر المشروع اكتر، ونحاول ننشر الفكره والهدف بتاعنا. لان هي كلها اساليب بسيطه، فاحنا عايزين نغير، نخلي الناس تغير الاساليب البسيطه دي بس عشان نخش على الاساليب الكبيره. واحنا كمان داخلين على دخله الصيف، والناس بتعمل حاجات غير مستدامه خالص في فتره الصيف، وبرده في محافظات زي الغردقه بتهتم قوي بالحفاظ على البيئه وعدم البلاستيك وكده. فاحنا هنستغل دخله الصيف دي ونحضر بقى الايفنت والانشطه اللي هتبقى موجوده هناك مثلا. حلو قوي. ايه الفيدباك اللي جالكم من الدكاتره في الجامعه عن المشروع بتاعكم، بعيدا طبعا عن فكره الدرجات والنجاح والحاجات دي؟ هم كلهم كانوا مشجعين الفكره جدا، وشايفين ان الدوله ماشيه في الاتجاه ده وبتشجع ده. فاحنا كمان نزود بطريقتنا ونوجه الناس بطريقتنا. حلوه قوي. قولي لي، ناويين تعملوا حاجات تانية يعني على المدى الطويل؟ يعني انت قلتي لي على الصيف هنبدا ان احنا نعمل حاجات تانية، وعلى السواحل والغردقه والحاجات دي كلها، بس هل ناويين انه الموضوع او المشروع يكمل معاكم سنين قدام؟ يبقى ارث واثر، دي حاجه مهمه يعني موجوده في المجتمع. احنا حابين فعلا ان احنا ننشر الفكره اكتر، وان احنا نتوسع اكتر في الموضوع، والناس تعرف اكتر عننا، ونشارك ونتعاون مع ناس كتير ان شاء الله. يعني يا ربنا يوفقكم يا مريم كده، ومشروعكم حلو ومهم ان هو يكون كمان مواكب الحاجات اللي بتحصل في المجتمع. انا بشكرك جدا ونورتينا، واكيد تحيه لكل زميلاتك اللي معاكي في المشروع. هي مشروع مهم جدا.